عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. محتارين في الغدا كل يوم. النهارده هنعمل مع بعض غدا حلو جدا وباذن الله هيعجبكم. هنعمل مع بعض صينيه دابيس في الفرن وهنعمل معاها رز بالزعفران. تعالوا الاول نشوف مقادير الدابيس هنعملها ازاي. انا معايا دابيس دول حوالي 2 كيلو، عليهم حبيتين طماطم، معلقه كبيره صلصه، 4 فصوص ثوم، معلقه كبيره زبادي، معلقه كبيره مستردة، معلقه كبيره دبس رمان، عصير ليمونه، ملح وفلفل، ومعايا جنزبيل وطبعا زيت، وممكن تزودي التوابل اللي انت عايزاها. اول حاجه هنعمل التتبيله الاول مع بعض. انا معايا الكبة اهي، او انت بقى خلاط، اي حاجه اللي انت بتضربي فيها. حطي بقى كل التوابل ديت، معلقه كبيره الصلصه، الزبادي، الزبادي بتدي طراوه حلوه جدا للفراخ، عصير الليمونه، معلقة المستردة، ثوم. تتبيلة بجد حلوة جدا، جربوها. معلقة دبس الرمان لو مش متوفر عندك، عايزه لو في اي حاجة ممكن تستبدلها بحاجة تانية ماشي. طبعا شوية ملح، فلفل، وحوالي ربع معلقه سوري جنزبيل. طبعا 2 كيلو حوالي نص كوبايه زيت. ابتدي اخلطها ناعم جدا. ادي التتبيله هي بتاعتنا بعد ما خلصت، طعمها حلو جدا. اخد بقى الدابيس، لازم اشرحها لان بتساعد اللي هي بتشرب التتبيله احسن. هعمل ناحيتين. بجد من الاكلات الحلوه جدا والسهله، ما تاخدش معانا وقت خالص. ممكن زي ما قلتلك تستبدلي دابيس دي بوراك، ممكن فراخ كاملة برضو هتنفع جدا. بعد ما عملنا بقى الفراخ الدابيس كلها شرحناها، اجيب بقى حاجة كده كبيرة شوية. تبتدي اضيف عليها التتبيلة الحلوة دي، لو كمان بقى تبلتيها قبلها بيوم هتبقى حلوة جدا. يفضل يعني ان انت تعمليها في التتبيله دي وتسيبيها قبلها بيوم في التلاجة. بعد ما الفراخ بقى قعدت في التتبيله كده مده كافيه، نيجي بقى نحطها عشان ندخلها الفرن. عندي طاجن او صينيه اي حاجه. طبعا انا عندي خضار، الخضار ده بطاطس وبصل، وده اختياري. لو انت مش عايزه تحطي خضار تحتيها ما تحطيش، بس انا عشان هعملها مع رز حطيت خضار. لو انت هتعملي فراخ دي مع مكرونه ما تحطيش الخضار من تحت. ايه بقى كده الخضار، وابدا بقى ارص الدبابيس، ويكون الفرن يكون والع عندي سخن، وادخلها الفرن. بجد من الوصفات الحلوه جدا جدا اللي فعلا لازم تجربوها. شكلها عامل ازاي، والتتبيله بتاعتها حلوه جدا. طبعا التتبيله اللي بتتبقى ديت انا طبعا بحطها كده برضو، تنزل بقى مع الخضار تدي طعم هايل. بعد ما رصينا بقى الدابيس كده، طبعا لازم احطيها عندي ورق زبده، احط عليها ورق فويل واقفلها كويس جدا، وادخلها الفرن. تاخد حوالي ساعه في الفرن. تعالوا بقى نعمل الرز اللي احنا هنقدمه على دابيس الفريخ. انا عندي الحله اهي، حطيت فيها معلقه سمنه على شويه زيت واسيبهم لحد ما يدوب. بعد ما السمنه دبت معايا مع الزيت، احط بقى من كوبايتين رز بسمتي، انت ممكن تستبدليها بالرز العادي. ابتدي بقى اقلب الرز مع الماده الدهنيه كده. الرز ده مغسول ومتصفي يعني مش منقوع. بعد كده بقى اضيف الملح معلقتين كده صغيرين، احط عليها الميه المغليه، لازم الميه تكون مغليه.
كل كوبايتين رز بحط عليهم 3 كوبايات ونص ميه. انت لو مش عارفه تحطي كده عايري بالكوبايه اللي عايرتي بيها الرز، بس واسيبه بقى لحد ما يتشرب خالص، بعد كده اهدي عليه النار بعد ما يستوي. استوى معايا كده خالص اهو، بس الرز مفلفل وحلو ازاي. بعد كده بقى عندي بودره الزعفران، حطاها في شويه ميه ومقلباهم، وابتدي بقى اخد شويه كده على الرز واسيبه بقى اطفى عليه واسيبه شويه، لما اجي اقدمه انا جايه مقلبيه شويه كده صغيرين. لو انت بقى عايزاه يعني حبايه وحبايه يبقى ايه قلبيه بالراحه خالص، بس كده مش هحط بقى تقريبا. بعد ما طلعت من الفرن بص لونها حلو جدا. عايزين بقى نقدمها كده مع بعض، طبعا لسه سخنه جدا. انا عندي الرز اهو، بس الرز بقى عامل ازاي شكله حلو قوي بقى. نخرج كده، اخد الاول البطاطس احطها من تحت احط عليها الفراخ من فوق. بجد وصفة حلوة جدا، ريحتها بجد جميلة، لازم تجربوها. بقى كده البطاطس اهي، البطاطس مستوية وحلوة جدا. بس كده بقى البطاطس الاول خرفنا البطاطس اهي، اجيب بقى الفراخ كده الدبابيس وابتدي احطها عليها. بجد وصفة حلوة جدا. بص الشكل دوت، قدمي بقى بالطريقه ديت مع شرايح الليمون كده، بجد يبقى شكله شيك جدا. ده كان غدانا اللي احنا عملناه مع بعض، بجد غدا رائع جدا. اتمنى فعلا ان انتم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم، ولو عايزين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والشير وادعوا لي بقى دعوه حلوه كده من قلبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.